واصلت لجنة صياغة الدستور اجتماعها اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير. وأوضح مقرر اللجنة الدكتور معين عبد الملك في تصريح له إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الصياغات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية، خاصة المتعلقة باختصاصات كل من المجلس الاتحادي ومجلس النواب وتكوين كل منهما. الدكتور عبد الملك أشار إلى أن اللجنة استمعت إلى عرض حول التجربة القضائية الإماراتية الاتحادية وأنواعها ومستوياتها وطبيعة التكامل والتنسيق بين السلطة القضائية ووضع المناطق الحرة في دولة الإمارات وكيفية تعيين القضاة في المستويين الاتحادي والإقليمي، إلى جانب تخصصات المحاكم في القانون الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.